زهور أختك وراك. أختي زينب إيش تعمل؟ شوف مادي ناقلة صادراني هيت الكازي لنا هيت هبلت يا خيت مسفي مقرون مسجد متاع خوكا. أنا زيد علم الناس صدبي وقلت نجم تلعب بيها. أول حاجة عايش أختي هذا ما هوش لعبة ما تمسه كان كي يبدأ زيادة معاك. منظرك من قدام مانيش خارجه برك لي بنقبح على عزيه هذي. بون سامحني مهدي ديزولي. زهور سي با نورمال راهو توا خوك جيش ويخلي في مقرون مسجد على اليد. في العاده زياد ديما يسكر خزنته ويهز مفتاح معاه. جو تجور اول مره ينساه. بي اسمعني زهور توا جدوت لسي لازمني نمشي. STB وين فما مصلحة تونس والتوانسة احنا ديما موجودين. ليك الملوخيه. عليه ياسين ما تاكلش الملوخيه؟ تعرفني ماما ما نحبش الملوخيه نحب بيتزا. ياسين كلمتين برا للكوجينه وكل ملوخيه يلا. وانت عايش بنتي في جرت ونقص من الصبان بابا. بصراحه اختي تقوى ما تغشش مني حقك خليتني انا نطيبها ملوخيه راس العام. بصراحه ملوخيه الريستوران قالش بيها ربي. ليه عاد ملوخيه السلطان احمد تاكل صويبعك وراها تتا. هي مش كي تتيبينا ليلي والله ابن. عاد كان باش يجيبوا شكوني طيب نولي انا ابجل باش نطيب. شوف من غير ما تتعاركوا حمادي ما يحب كان ملوخيه السلطان احمد. بوزينك. ملوخيه. شنو انتوما حتى نهار فيش تخدموا وقاعدين من بكري تلقلقوا؟ ما هو اللي يخدم معاه واحد مصدق كيما خويا نعمان لازمو يخدم كل يوم باش يصلح وراه. الله غالب وخي ربي عينك يا ربي ويعطيك صحه البن وذو البصر خويا راك.
وينو مهدي؟ نذكري شاتي مع واحدة من الكلاب. الله ماذا بيا نفهم أنا شنو اللي قاعد يحكي وسوايع الكل يخيعنيهم ما توجعهمش. سمعته يحكي صباح مع واحد من صحابه من الكلاب على حملة يحبوا يعملوها كي ضد بارونات التهريب. بسم الله بسم الله عليك شبيك بسم الله شرطة لازم توا لازم الخدمة تدعى الطاولة. واه اللطف عليك بسم الله على خويا. لطف قلت حاجة تضحك أنا شبيكم؟ كان دولة كاملة ما نجمتش تقاوم هالمافيا هذو ما نظنش كان نورات كيما مهدي يقدر. اي صح عليكم يا جماعة يعطيك الصحة. هذه تفكرني في ملوخية نانا الله يرحمها. يا ناري على خويا. هذا اللي بيك غدوة ولا بعد غدوة نعمل لك ملوخية بالكرشة كيما تاع نانا بالضبط. تكلفني عمره هذه يا خويا. سامحوني. كنت ضغط عليك قلت ما تلبس هكذا. سامحني سي نعمان ولا ما في باليش بيه قصير برشا. مالكش علاش كلبست هانيك عماتة؟ باهي تو نشوف حاجة مع اختي تقوى ونبدل. اختك تقوى اختك تقوى. قبلت قبلت اسمع منبه عليك تمشي ترس وتلم روحك وتغطي ساقيك ومازلت تغزر لك الرمز خويا عينيك نجبتهم لك فهمت ولا لا؟ قداش خسرت لوين اللطف؟ سكر فمك سكر فمك سي من عرشة صعبين تاع نعمان اللي كيفك. ربي سامحك سي نعمان هكا تقول على ام بنتك. بنتي ان شاء الله تطلع بنتي برك بنظرك برك بنظرك. غيمو عشيري من الملوخية عند خدوجة ربي يفضلها لك وكاو صحة وبشفاء العشيري. اسمعني وانا جاي قابلت بلال قال لي انت منعته من الموت. انا مانيش فاهم هالطفل بلال وقتاش يلم فمه في اسرى الخدمة. والله انا هون مانيش فاهمك يعني تمنعوا من الموت وما تحبوش يحكي بها.
قلت لك اسرار خدمه اكرم. لو فات انه تعرض لخطر الموت معناتها صار ديفايونس في السيستم تاعنا. ثم سر اكبر من هكا نجم يكون؟ اللي قدك يجي حاسبني يا زياد. من بات نجم في حياتك مره هكا تفيس بدور بطوله عملته. دور بطوله؟ اكرم خدمتنا راهي مختره بالحق. حتى حد ما نجم يتصور الريسك اللي نحنا فيه. كل مره نخرجوا الميسيون ما نعرفوش على رواحنا نرجعوا ولا. باهي صاحبي لطف عليكم. هيا يا سيدك هذايا تاي باش تهضموا بيه الملوخيه. ميرسي بوكو. صحة. قوليش كنت زوينة؟ خليتها غطسة هي وسهم مع ماما في الكوجينة. زياد بربي يشوف صاحبك شو يحب يعمل. شنو هذا؟ شاي. هذاك تاتواج. تاتواج؟ قبلت يا أخي. إيش بيك زياد؟ تو الناس الكل بالتاتو تو. شكون الناس الكل شكون؟ الزواف راهو فيكتيم دو لا مود يقصد. ايش بكم دخلتوا فيه طفل ولا كان يحب يعمل تاتواج؟ والله انا بيرسونيلمون راه ياسر سامباتيك وزيد اون بلوس صاحبي ما والبنات يموتوا على التاتواج. واحنا علاش عايشين سي زياد؟ وزيد مش يقولوا من التراث يظل قالوا هكا. زيد بلاريق بربي قالوا تراث وقالوا بنات. ولاد الجيش رانا ماناش ولاد مفيده. ويوزع هذه كانت قالت في رمضان تعمل البيض. اولاد الجيش رانا مانيش اولاد مفيده. انت فريمون ضمره برشا. وانت بالنفس ايش تحب؟ راجلي يا سي حماد راجلي دخل حبسه مش باش يخرج منه كاين ما صغار ويوليو بصغار صغارهم. راجلك حب يقتل لي ولدي ستة اشهر هو يلاح الحبايا باش نبيع له بالشيكات وين نقول له ارزق جي تخمم. انا غالب سي حماد تمام يا سي حمادي جيتك بجاه ربي برأسك انا وارا سي مهدي راهو محكوم عليه 25 سنة حبس والله العظيم قديم شي زيد توا ممكن حتى بيربيتويتي. نوارة ولدي راجلك حط له فرد في مخه. سي حمادي بجاه ربي برحمة والديك بجاه ربي راني برا ما عندي والي عيلتي باش تتشرد. باهي ارجع لي غدوة توا نعطيك شد خلاص بتاع الشيكات. اما حكايه ولدي عند الحاكم يخدم خدمته. راه ولديك راه ولديك غدوه نجي نجيب شيكات اخرين عندي في بلاصتهم. لا تجيب لي لا شيكات ولا كمبيالات. ايجا خذ الشهاده نتاعك وسمح بيناتك ما عادش تحب تشوف وجهي. اوكي باهي. انت حبيبي بشكي ترجع لي كيما فرشت عليا. فكرها التصويرة هذي؟ ترى ايه شنو تفكرها؟ كان صدقني ربي هذي من هذيك 15 هوني. هكذا تفكر؟ هكذا تفكر؟ تحبني ننسى العملة اللي عملتها لي نهارتها؟ عقل صغر وقتها. عقل صغر؟ تشدني تبراكيني وتبوسني بالسيف. اي ما قلت لك عقل صغر، اون بلوس من وقتها ما عاودتهاش. اللي حب لك ربي عتعودها. نورمالمون تو كبرت ومخك ولا ارزن اكثر. هاي كيفاش تعرف شنو عم تروح المسجد ولا؟ هاي برا. خلينا انا راكشين هون. انت تحب تركش اركش. انا نهار الكونجي نتاعي كان ما نبروفيتيش منه يا من حياة. يا ولدي هذاك عطيه قاعده مع البنات وسايبه. كيما انا هاك تعرف صح. اون بلوس كان انت شبعت من المي انا الحقيقه قد ما نقعد معاها ما نشبعش. ميرسي اكرم حتى انا مستحشتك. قد ما نقعد بحذاك ما نشبعش منك. هاي تعرفوش كيفاش سيدي يقعدوا يشبعوا بعضكم. هاي زياد خلينا نمشي. هيا عاد. هاي سالو البنات. بونجور نيرو. انا ما فهمتش علاش ما تحبش تدخل ل 27. فرصه كيما هذه تجيك مره واحده في حياتك. يا ذاك علاش حتى هو صاحبك منظري حب يهرب منها. خويا انا مانيش مهبول باش كل يوم نخدم 24/24. مال علاش عملت تدريبات وحدات خاصة يا صقر؟ حق قوات خاصة مش 27. يبرجوا ليا زيدون عنده الحق. بلال حكى لنا على اللي صار له الكل. كان مش انت شلقت بحكاية الكرتوشة راهو ترزا في عمر. وقتها تنفع 27. هذا رأيك في خدمتنا؟
خويا تحب من الاخر انا منيش مهبول خويا باش كل يوم نبدا هز كفني على كتفي كيفكم باش راس الشهر نقبض زوز صورتي وكن موت نمشي فيها زيز على شنو شنو اللي على شنو على بلادك ورده جدادك بلادي ورده جدادي لا حلو علاش معناتها انا ربي كتب لي نتولد في البلاد هذه نكمل نعيش فيها ونزيد الموت على خاطرها اي عمركم شي نهار سمعت بولد وزير ولا ولد شيخ مات في حرب ولا عمليه ارهابيه تراوينهم ولاد شهداء احداث 9 فبراير اللي حروا تونس من المستعمر شربحوا الاستقلال بهوينهم ولاد شهداء احداث جان في 78 ولاد شهداء الثوره المجيده ربحوا حاجه تتبدلت حاجه اليوم في البلاد قولوا لي كان غلط سقر انت شكون خلقك في الارض هذه وما خلقكش في ارض واحده اخرى ربي كي ربي خلقك في الارض هذه معناتها مصيرك مربوط بالارض هذه الوطنيه مربوطه بالارض عمرها ما كانت مربوطه بالعباد اللي تحكم فوق الارض الله على شبابنا يا أمنا وزن بلدنا والعالم بيهنينا على فرحة ولو أعيدنا يا تونس يا أخي ما تقوليش لبنات التاو يخسروا في المعونة ليه يا ماي وصلوا درسهم بقضية ويجي أنا جي با كومبري بوركوا ساقي لما الغياجي يدوا يدخل جالو ساقر جالو اي ما الحكاية انا وصقر اون سرا جامي اون كوبل كيما زياد وسيهان اون بلوس بيزار راه كيفاش تصرف تي ليه يا بنتي يحب يمشي للمسجد واكرم يكركر كي عادتو ما فما حتى شيء اما انت يا وحايده ريحه الحب غطت على ريحه الملوخيه اللي في الدار الكل في بالك باهي 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 نعمان كمل فطورك في دار خوك وما تبطش ماكس الاربعه تكون حذايا روبرتا 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 وين مدام اللي قامت مسبيح قدر لحرف البيسين شبه لباس ما نعرف سينيور فيليب ما نعرفش ما نعرفش ما تعرف شيء انت وتقول لي سينيور فيليب صاحبني اسبانيوغي روبرتا هيا هيا يا معلم هيا ايجا البوك ايجا عندي ورعات الزهر ما يقف كان مع الغفاص واخوه يا صقر يا اخويا كي العادة من صورتك التنبير وكهو يا اخويا اسمعني زهر عطر شيء انا اللي شديت مش انت صحيت شفت الحلوف قبلك شوية ما كانش باش يجي زيد عاد انت من غاد يا اخويا ما كنتش جاي وجيت وانا اصطدت وانتو مالي روبرتا ما الشيغي سافا عمل تيست تاع غروسيس طلع نيجاتيف شنو وانا قلت لك نحب نجيب صغير ما تخافش مانيش طالبه منك تكتبوا باسمك ولا تربيه نحب نجيب صغير منك انا دي الهدره الزايده توا نحكيو زايد اني مانيش حبله خي لعبه الحكايه تعرفش معناها بيبي استنيت روما انسان يا حتى انا انسان وعمري 35 سنه وكان ما نجيبش دواء صغير فينيتو فينيتو ايه معناها فينيتو جيب صغير مني وانا مانيش داكوغزو غدوه كل واحد يمشي على روحه يقعد صغير بلا بو بلا عائله فيليب انا نعرف حكايتنا مش باش تقعد على طول ونعرف باش تمشي نهار على روحك على ذيك انا حاب نجيب منك صغير تشم عليك الريحه هذا اللي كنت خايف منه نهار اللي قلت لك يجوز كن حذايا جو تي ريان برومي قلت لك مانيش بتاع غرس نجيبو طفل ويقعد بلا عائله وبلا بوه شيري
انت تحبوا جيزو وكل نهار حد تمشي للكاتدرال. حرام نجيبوا طفل بستاردو. رومي مو عزيزتي هالحكاية تنحيها من مخك. فابين رومانسو. زعما جماعة الدب اللي صدمتوا عليه هذا؟ جماعة الدب ومنين يعرفونا؟ وهي كان هما اللي جابتوا ثقيل عصابي. اي خويا انتوما كوموندوس مترنين، وين اخوكم؟ انت خويا ترجع تصطاد، كعب الجاية لي انا. الله يبارك. هاي مدوا تليفوناتكم فلوسكم ولا عندكم الكل. طلع براكاج هذا لجماعة الدب ولا شيء. صاحبي مادام جماعة براكاجات تتلاقى بهم انت. أنا خليني نستعد. مريق صديقي يظهر لي ما كونش فاهمين الحكاية. اش تعملوا اللي قالكم عليه ودي ماري ولا تحب نقطعوكم تو؟ لا لحظة كمل بعد قطعوا. احنا من اللون نتخيلوكم جماعة تبعين المافيا تاع التهريب. وقفنا لكم وعملنا لكم قدر. طلعتونا جماعة بدور متاع براكاش. زيدون تلبز. زيد راهو عيب كي تشبد الحديد. عيب كي تعرفش تضرب بيه. سمعتوش شو الواحد هذي؟ سينور فيليب سينور فيليب سينور فيليب تنادي لي سينور فيليب تحسيبني اسبانيوري هذيك تلقاها مغرومة بالمسلسلات المكسيكية أحمد ربي ما هيش مغرومة بالتركي ولا لا يتعيط لك فيليب أغا أوغلو قداش كفضلك نعمان شو نعمان خلينا في الصحيح الجماعة اللي زدموا على الدبو متاع التلفز فرقة اسمها 27 من الجيش مخطغين بخشة وخوك حمادي باش يتلهى بهم تلفزة وفيسبوك وحكومة ومجلس نواب أمانة بصراحة نحب نضغب صحيح أما سيدي خويا ما يحبش الحاجات هذوما جو ذي بعيد عليه وقداش مرة ينبه علينا كندوروه خنيفري مع العباد يطردنا اي نعرف هذاك علاش أنا مدبية الحكاية تقعد بيناتنا شو حمادي عنده الحق كان قبل يقول بالفلوس المشاكل كل تتحل أما جماعة 27 هذوما بصراحة أهبلوني ما لقيت لهمش حتى حاجة نضربهم بها وليت قلت نعمل لهم سوربريز كبيرة وانت تقف عليها شو راهو على خاطر مش على حاجة مصلحتنا هي مصلحة خوك حمادي والخدمة وانت عندك فيها سويع زايدة بهينة بغشة فلوس بغشة نعمان بغشة فلوس يا نعمان بغشة تي ما هيش حكاية فلوس باهي هو عندي صاحبي اسمه بزوكا في كاس وقلبه ميت نجيبه يخدم معايا هاي لا إذا كان متأكد منه وفازي متأكد منه وانا على خاطر سيدي خويا ومصلحته نرجعهاش لتالي برافو قديش قلت لي فلوس السوية على الزايدة راك طيب او كنحاول وين ما نلقى وقت نقرا شوي علاه فاش غاتس مون جينيرال نسيت لي انا قاعد نكتب في المذكرات تاعي والله مشات من بالي اي وين وصلت على توا كان حضرت في المحاضره راك تعرف اه وصلت سيدي وقت بورقيبه الله يرحمه بعثنا باش نحاربوا مع عبد الناصر اي الكورتيج
كل مدينة وفي كل بلاد يوقفونا ويفرحوا بينا، والقازوز والحلو والغلة. يا سيدي ما وصلنا البنقردان لا ما قالوا لنا الحرب وفات. أيوة والله مشيت من بالي. على كل حال سمح لي مو جنرال الغالب، الأيامات هذه راني مبعثر برشا. سالش نعرف نعرف ربي عينك. هاي الغالية جات وجابت التاي معها. الله 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 كويس تاي يعطيك الصحة. هيا بابا ماشي. هاي التاي الكاكاوية أخذ وين نشري كل بندق. لا يا بنتي الوش تبذير، كيلو البندق ولا 180 ألف، شنو 100 ورد ولا ايه الحكاية؟ كاكاوية هايلة ما يغلى عليك شاي عمي. يعيش بنتي ربي يفضل. سامحوني دقيقة سامحوني. وين؟ أنا جبت التاي وأنت قمت. وفضلوه حكا هاك عملت ونيق السكر. ايه يعطيك الصحة. ونقصد ربي سي شباب باش نمشي شويه حدا زياد. حق سمعت بالطلعه اللي طلع لي بها شلاخي يحبني ندخل نسر 27 في بلاصه منظر. شنية نسر 27 لحاكلو تحسبها لعبه نسر 27 انت؟ اخ في بلاصتك بكلمك. هاني وقفت تحبش زياده زيد نستعد سيد العميد.